خذاها تميم، تميم بوبانتيني، معرفش حاجة تنجمش تعود على الكورة. ربما مش فاجئك، نكتة قعدت لي كحلة في الديربي ضد الافريقي هو عام 76، قال لي ما دوق تعلق فينال نتاع نهائي كاس تونس، عملنا 1-1 مع فلالي، كان الاربيتر الاوتريشيان يعني ماير، باش نرجع لك الاربيتر برشا كلامه خاطر على الحكم هذا. وفي ليديسيون الثانيه سجلت هدف بعد الخط بزوج مترو وصادق وغميض وقت علين خذوا الكره وفي ساعه عملوا لنا رلونس وشاري المركه وانا هما احنا بوسوا ببعضنا ما انت سجلنا هدف ما انت كنا نهزوا هذاك الثنائي هدف ولا سي براد لا 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 مش يمشي يقول لي مش حاضر لا مش حاضر وقتها استدعى مشينا عند لا مشينا عند الرئيس الله يرحمه بورقيبه وقتها في قصر نتاعو وهو كان حاضر في الفينال المقابله ذيك فات بضربه الجزاء مش مذكر وين عيط لعطوكا قال له صادق الهدف صحيح ولا صادق كان تري سبورتيف قال له الهدف صحيح قال له انتم هزيتوا كوب وما شربناه وخيام